إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم كلمتين وبس. مصر جميلة، مصر جميلة، خلي فاكر مصر جميلة. حيو صبح يا حيو كل، يا حيو صبح نهارنا فل، يا حلو صبح يا حلو طل. صباح الخير على حضراتكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي اكسترا نيوز، وهذا الصباح حلقة جديدة، بداية مختلفة، لان هذه النهاردة او هذا الصباح مختلف لانه صباح سعيد على مصر كلها. بالامس كان في ماتش مهم جدا ونهائي دوري ابطال افريقيا، واللي حقق فيه الفوز بهذه البطولة. طبعا يمكن النتيجة انتهت بالتعادل، ولكن نتيجة المباراتين كانت بالفوز للنادي الأهلي. بنبارك للنادي الأهلي. وقبل ما نبدأ هذه الحلقة اسمحوا لي أصبح على زميلتي العزيزة سارة سراج. صباح الخير عليك يا سارة. صباح الخير يا باسم، وصباح الخير على كل مشاهدي اكسترا نيوز في مصر والعالم. واحدة من الإنجازات اللي قدمتها دولة 30 يونيو هي وضع ملف تنمية الصعيد ضمن الأولويات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيامه الأولى في الرئاسة بمنح الصعيد كل الدعم المادي، وبدأت الدولة على الفور في تنفيذ خطط التنمية واللي تضمنت عشرات المشروعات شملت القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، ومنها مشروعات للصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات وتدشين العديد من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة، وده هيكون معنا بالتفصيل ضمن فقرتنا النهاردة. كمان يا سارة بنرجع تاني وبنبارك للنادي الأهلي، بنقوله ألف مبروك على هذا الانتصار الكبير اللي تم تحقيقه بالأمس. فوزه ببطولة غالية جدا، دوري أبطال إفريقيا، للمرة رقم 11 في تاريخه. فرحة كبيرة عاشتها مصر بعد انتهاء أحداث المباراة، وشفنا الألاف والألاف من محبي وعشاق النادي نزلوا يحتفلوا في الشوارع وفي الميادين المختلفة، وهم رافعين أعلام مصر وأعلام النادي. ليلة كروية جميلة عاشتها مصر، الحمد لله على هذا النصر الكبير وعودة الكأس مرة أخرى إلى أحضان القاهرة. وبكده النادي الأهلي هيتأهل لكأس العالم للأندية 2023، وهيكون لينا كمان في حلقتنا النهاردة حديث خاص عن أبرز الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية في ملف الآثار والاكتشافات الأثرية في فقرة استوديو هذا الصباح بجانب فقراتنا المتنوعة. ودلوقتي زي ما تعودنا نبدأ حلقتنا بأهم وأبرز العناوين. المبادرة الرئاسية للكشف عن السرطان ولادة أمل جديد لمرضى الأورام. قلاع صناعية ومدن جديدة، عشر سنوات من البناء تضيء أرض الجنوب. بخروجه بأبهى صورة رئيس الوزراء يطمئن على الإنشاءات بمحيط المتحف الكبير. وفي رحاب دولة 30 من يونيو بعث جديد لحضارة 7000 سنة. يوم جديد كله حياة، شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سماء غنوة، عايزانا نكون سوا، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نصه التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة.
هنبدأ حلقتنا النهاردة من الصعيد، ولفترات وعصور طويلة ظل ملف التنمية في الصعيد من الملفات المهملة أو المنسية، وفضلت معاه معاناة الصعيد لعدم وجود مدن مؤهلة بشكل كافي من بنية تحتية ومشروعات، إلى جانب طبعا محدودية فرص العمل. وعشان كده كان بيضطر كتير من أهلنا في الجنوب للهجرة الداخلية للقاهرة والمدن الساحلية بحثا عن فرص للرزق. واحدة من الإنجازات اللي قدمتها دولة 30 يونيو هي وضع ملف تنمية الصعيد ضمن الأولويات، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ أيامه الأولى في الرئاسة بمنح الصعيد كل الدعم المادي، وبدأت الدولة على الفور في تنفيذ خطط التنمية واللي تضمنت عشرات المشروعات شملت القطاعات الصناعية والزراعية والاجتماعية والعمرانية، ومنها مشروعات للصرف الصحي والمياه وبناء المدارس والجامعات وتطوير وإنشاء الوحدات الصحية والمستشفيات، وتدشين العديد من المدن الجديدة مثل سوهاج الجديدة والمنيا الجديدة. وده طبعا مجهود كبير وفريد من نوعه أعاد صعيد مصر عرقته ومكانته. هنتعرف على معلومات أكتر عن هذه الإنجازات في سياق العرض التالي. المزيد من التفاصيل بيسعدنا ان احنا نرحب بالدكتوره نسرين الشرقاوي الباحثه بالمركز المصري للفكر والدراسات. اهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير على حضراتكم وعلى الساده المشاهدين. صباح الخير يا دكتور. صباح النور دكتور نسرين. احنا بنتحدث عن طفره كبيره جدا بتشهدها مدن الصعيد المختلفه من تنميه في مجالات عديده جدا، ولكن لو بنتحدث تحديدا عن مجال التعليم لانه اساس اي تطوير حقيقي يحصل في اي مجتمع، فاحنا بنشوف ان هو في عدد كبير من الجامعات تم تطويرها واضافه عدد من الجامعات والكليات ايضا في صعيد مصر، منها حتى الجامعات التكنولوجيه واللي بطبيعه الحال خريجيها يعني بتفتح مجالات للعمل الكثير الاخر. يا ريت نعرف من حضرتك تفاصيل اكثر عن هذه النهضه في صعيد مصر. طيب خليني في البداية أقول إن إحنا بنتكلم عن 10 سنوات من التنمية، وعايزين برضو ما ننساش إن إحنا في واقع الصعيد قبل دولة 30 يونيو كان طي النسيان، من عدم الوصول للخدمات الأساسية من بنية تحتية ومياه شرب نظيفة. طبعا كان عندنا الصعيد كان بيعاني من تهالك منظومة الصرف الصحي والافتقار للمرافق التعليمية وتدني جودة التعليم وسوء كفاءة مرافق الصحة العامة كمان وعدم كفاءة المؤسسات اللي بتقدم الخدمات العامة. نعم، وبالتالي كان طارد لكل يعني ظروف جيدة للحياة خلينا نقول فيه. ولكن منذ اللحظة الأولى اللي تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم البلاد حظى الصعيد باهتمام بالغ، فكان على رأس أجندة الدولة المصرية. فشفنا مثلا سيادة الرئيس في 18 زيارة لمحافظات الصعيد، المنيا وسوهاج وأسوان والأقصر وكمان بني سويف والوادي الجديد ومحافظة أسيوط، الرئيس زارها 3 مرات. في مجموعة من المشروعات يعني انجازات 10 سنين يعني لا يتسع الحديث، هنحط إضاءات بس لأنه يعني ما يتسعش المداخلة لذكرها. مشروعات كثيرة في الصعيد زي ما حضرتك ذكرت في قطاع التعليم مثلا والصحة. خلال العشر سنين تم إنشاء وتطوير 34,000 فصل في الصعيد، وتم إنشاء 2,320 مدرسة جديدة و 219 مدرسة تعليم فني، بالإضافة لمدارس المتفوقين والمدارس اليابانية كمان في أسيوط والمنيا الجديدة. وتم إنشاء 7 جامعات جديدة، بالإضافة لتقريبا إنشاء 105 كلية 105 معهد. وفي مجال منظومة التأمين الصحي الشامل منظومة التأمين الصحي الشامل غطت الأقصر ومحافظتين اللي هو الأقصر وأسوان، وتم تطوير 169 وحدة ومركز صحي التكلفة إجمالية 22 مليار جنيه، وتم تسجيل 2 مليون مواطن
وإصداء أكثر من 500,000 فحص طبي. ده في مجال التعليم والصحة، في مجال التعليم والصحة فقط. مش عايزين كمان ننسى مشروع تنمية الريف المصري حياة كريمة. أكيد يا دكتور. يعني الاهتمام بالخدمات في مختلف المجالات طبعا، طبعا مبادره حياه كريمه، لكن بالنسبه للصعيد طبعا في انجاز كبير جدا على مختلف القطاعات، الصناعه، الزراعه، الناحيه الاجتماعيه، العمرانيه. من وجهه نظر حضرتك مردود ده ايه على المواطن المصري في الصعيد؟ هو المردود يعني زي ما قلت لحضرتك ان الصعيد كان قبل العشر سنوات الاخيره كان في طي النسيان. المردود ان احنا عملنا يعني قطاع النقل والمواصلات والسكك الحديديه، طورنا فيه، طورنا في قطاعات تانية زي الإسكان الاجتماعي والإسكان الإسكان الاجتماعي والتعليم والصحة وقطاعات المياه والصرف الصحي وقطاعات الكهرباء كمان والطاقة، زي حضراتكم من معرفته في الفيديو جراف حاليا، وبرضه مشروعات المياه والصرف الصحي زي ما قلت لحضرتك. دي لها مردود كبير جدا على المواطن الصعيدي. رقم واحد ان هو كان احنا دايما كنا يعني كان في تهجير للبحث عن فرصة عمل من الصعيد للقاهرة او للمدن القاهرة اسكندرية للبحث عن فرصة عمل. فالمشروعات القومية اللي تمت في الصعيد وفرت ملايين فرص العمل واحيت لهم حياة كريمة يحيوها. فدلوقتي المواطن الصعيدي مش محتاج ان هو ينتقل لمحافظات اخرى. فعلا فرص العمل هتبقى موجودة بشكل اكبر بكتير جوه الصعيد. بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور نسيني الشرقاوي الباحثة بالمركز المصري للفكر والدراسات. ننتقل مع حضراتكم لخبر اخر مشاهدينا الكرام، لانه بالامس دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء استعرض خلال اجتماعه باعضاء من الحكومه ملف تطوير المنطقه المحيطه بالمتحف المصري الكبير. وجه رئيس الوزراء بالبدء خلال ايام بتنفيذ اعمال الطرق والمحاور المحيطه بالمتحف. اكد رئيس الحكومه خلال متابعته لسير الانشاءات اهميه اظهار المتحف الكبير والمناطق المحيطه به في ابهى صوره مع قرب موعد الافتتاح. اشار الى ان هذه المنطقة ستكون واجهة ووجهة سياحية متميزة. نتعرف مع حضراتكم على المزيد من المعلومات عن المتحف المصري الكبير وأيضا عن أعمال التطوير في سياق هذا العرض. نعرف تفاصيل أكثر عن التطوير اللي هيحصل في المنطقة المحيطة بالمتحف المصري الكبير مع الأستاذ محمد فاروق الخبير السياحي. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذة سارة. صباح الخير يا أستاذ محمد. يعني احنا بنتكلم عن متحف يتسع ل 5 مليون زائر سنويا، وده بيقودنا طبعا لتحرك الدولة المصرية للاهتمام وتطوير المنطقة المحيطة. من وجهة نظر حضرتك أهم ما يجب تطويره في المنطقة المحيطة حاليا؟ طبعا المنطقه طبعا زي ما ذكر معالي رئيس الوزراء بتبقى واجهه سياحيه حضاريه بتمثل مصر الحديثه، مصر اللي بتقدم جميع تاريخها في ثوب جديد، وده بيتم على جميع المناطق الاثريه حاليا في اكثر من مشروع، مصر الخدويه، مصر القديمه الى اخره، محافظات الصعيد. طبعا هو في اكثر من حاجه هتتم ان شاء الله في هذا الموضوع، وتمت المناقشه فيها، وجاري ان شاء الله تنفيذ زي مثلا الطريق، عايزين يتم مشي طريق ممشى سياحي بطول 2 كيلو بعرض 500 متر ما بين الهرم وما بين المتحف الكبير، بحيث ان يساهم عند عرية الحركه في هذه المنطقه السياحيه بالكامل، ومزوده بكافه الخدمات السياحيه اللي محتاجها السائح اللي بيها يقضي يوم كامل في المنطقه سيرا على الاقدام للتمتع بتاريخ مصر، سواء كان في المتحف او في منطقه الاهرامات، بالاضافه طبعا يقدر يشتري جميع مستلزماته، يقدر يتعامل، يقدر ياخذ وجباته في مطاعم سياحيه مرخصه،
ده بحد ذاته يعتبر زياره زي مبدا ديزني لاند كده، بتقدر تدي فيه يوم كامل بالمزارات. هو نفس الكونسيبت هيبقى موجود ان شاء الله في الاهرامات او منطقه الاهرامات والمتحف الكبير، حيث ان نبقى تقضي يوم كامل هناك التمتع بتاريخنا القديم والمقدم في الشكل المعاصر الحديث. اي حد عايز ياكل، عايز يشرب، عايز يعمل اي حاجه هيلاقيها في المنطقه المحيطه. بشكرك شكرا جزيلا استاذ محمد فاروق الخبير السياحي. هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي النادي الأهلي والجماهير المصرية بالفوز ببطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. أشاد الرئيس السيسي بالإنجاز التاريخي الذي تحقق بالفوز بالبطولة للمرة 11، كما أثنى على الروح العالية التي تحلى بها جميع أفراد الفريق والتي تعكس قوة العزيمة والإصرار على الفوز. وأعرب الرئيس السيسي عن تمنياته بدوام الانتصارات للرياضة المصرية في مختلف الألعاب والبطولات. طبعا حصد فريق الكرة بالنادي الأهلي بطولة دوري أبطال أفريقيا للمرة 11 في تاريخه، بعدما تعادل مع الوداد بهدف لمثله خلال المباراة اللي جمعتهما مساء أمس الأحد في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء. تقدم يحيى عطية الله في الدقيقة 27، وتعادل محمد عبد المنعم للأهلي في الدقيقة 78، وكان الأهلي قد فاز في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، ونجح نصر الأهلي في تحليق عاليا في سماء افريقيا وتوج باللقب للمره 11 في تاريخه. وللمزيد ينضم لنا هاتفيا الناقد الرياضي الاستاذ حسن السعداني. برحب بيك. برحب بيك زميلتي ساره وزميلي باسم، واهلا وسهلا بيك. صباح الخير استاذ حسن، يعني الف مبروك لحضرتك والمصر والجماهير المصريه في كل مكان. عايزين نعرف من حضرتك كيف تابعت هذه المباراه بالامس؟ المباراه كانت صعبه جدا على العديد من المستويات، تقييم حضرتك لاداء النادي الاهلي فيها ويستحق هذه البطوله من وجهه نظرك؟ الاهلي لم يسرق انتصاره، لم يسرق تتويجه باللقب. الاهلي تحولا كليا البطوله منذ هزيمه صن داونز بخماسيه بدور المجموعات، وقتها بعد الهزيمه الناس شككت في قدره الاهلي على ترويج اللقب والتتويج به. بالفعل قدره الاهلي في الوصول للنهائي للمره الرابعه على التوالي، لكن الاهلي بعد الهزيمه دي تحديدا تغير بشكل كبير جدا، قدر يفوز على القطب الكاميروني وقدر يعبر من الهلال في المباراه الاخيره بدور المجموعات ويصعد للادوار الاقصائيه. من اللحظه دي، من لحظه الفوز على الهلال والتاهل للادوار الاقصائيه، الكل تاكد ان الاهلي هيدخل الادوار الاقصائيه بشكل مختلف. دور الثمانيه قدر يتغلب على الرجاء، دور الاربعه قدر يتغلب على الترجي، في المباراه النهائيه طبعا او في مباراتي النهائي قدر يتغلب على الوداد. المباراه كانت صعبه زي ما حضرتك ذكرت، طبعا اكيد كل النهائيات اللي بتشهد مواجهات عربيه بتكون بالشكل ده، الفرق العربيه بتكون ند كبير جدا لبعضها. انا عايز اكلم حضرتك عن النقطه دي بالذات، لان الشوط الاول انتهى بخساره الاهلي 1-0. حضرتك شايف ايه ابرز الصعوبات اللي واجهها الاهلي امبارح في الماتش؟ الصعوبات هي فكره مواجهه الفرق الشمال افريقيه، دول شمال افريقيا معروف في طريقه اللعب بتاعها. يمكن زي ما حضرتك ذكرت في الشوط الاول 1-0، لكن الوقت الملعوب فعليا في الشوط الاول تقريبا 10 دقائق، وفي 35 دقيقه ضايعه في المشادات وفي توقف الكوره وفي الاعتراض على الحكم. دي شأن المباريات العربية اللي بتبقى موجودة. الأهلي ككورة يكسب أي فريق، لكن أكيد المدارس الشمال أفريقية بالذات بتتميز بفكرة إضاعة الوقت واستفزاز الخصم. ده يمكن الأهلي مستر كورة طبعا في بين الشوطين اتكلم مع اللعيبة لازم نكون أهدى من كده، 45 دقيقة للتعويض، إحنا محتاجين جون واحد بس
عشان نكسب. نقدر نتوج بالبطوله. فالصعوبات هي فكره المدرسه الشمال افريقيه في الكوره المعارضه العامل النفسي اكتر يعني. طبعا طبعا. بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ حسن السعداني الناقد الرياضي، والف مبروك طبعا على الاهلي ومصر كلها دلوقتي فرحانه. ثقة بالنفس يمكن كانت عنوان الأداء في الشوط الثاني بالأمس، وأيضا في هذا الخبر بنتحدث مع حضراتكم عن ثقة بالنفس وقدرات برغبة في التعلم المستمر وبدعم دائم من الأم ومن الأب. بهذه الأمور طور الطفل أنس 9 سنوات، طور موهبته في الرسم اللي بدأت معاه من سن 4 سنوات حتى أصبح أصغر مدرب للرسم وأطلق عليه أو أطلق عليه البعض بيكاسو مصر. خلينا نعرف المزيد عن هذا الموهوب الصغير في تقريرنا التالي. بداية أنس وهو كان صغير كانت والدتي الله يرحمها كانت بتحاول اللي هو ترسم معاه رسومات صغيرة وبسيطة زي حيوانات زي خروف زي مثلا حصان، حاجات رؤيئة يعني مش حاجات اللي هي فيها تفاصيل. لما قدمت لأنس في المسابقة هما ما صدقوش اللي ده الرسم بتاعه. بعد كده ابتدت اللي انا اعمل له مبادره بقى لها فتره شغاله الوقت تبع الورش اللي هي شغاله تبع اداره الموهوبين اللي هي اتعلم مع انس. موهبتي بدات من سن 4 سنين، ماما وبابا اكتشفوا موهبتي. من سن 6 سنين بدات ارسم حيوانات. اول رسمه كنت رسمها من الحيوانات رسمه الحصان، لان الحصان فيه تفاصيل وشكله مبهج. وبعد كده ماما بقت بتجيب لي صور انا ارسمها بس كانت بسيطه شويه، وبعد كده بقت تجيب لي صور كده اهوت معقده وصعبه علشان اعرف موهبتي اتطورت قد ايه، بتكون صور متداخله علشان اعرف تركيزي وازاي انمي مهاراتي. انا عمري 9 سنين، انا شغاله معاه تقريبا من عمر 4 سنين. اكتشفت الموهبه من وقت بس ما بدا يمسك الصلصال، يعني حسيت ان هو يعني غريب شويه عن غيره من الاطفال او مختلف، بيحب قوي التفاصيل، بيحب يستكشف. يعني لو انا مثلا قلت له يلا هنتعلم النهارده حرف جديد، لو انا ربطتها له برسمه هتثبت في دماغه بسهوله. الحقيقه ان في ناس كتيره اشادوا بانس وان الطفل فعلا موهوب، وكانت من ضمن الاشادات بي كانت اشاده الاعلام الكبير مفيد فوزي. حاليا انس بيشارك في معارض، وازاي بقى اصبح اصغر مدرب رسم بان اداره الموهوبين ووزاره التربيه والتعليم حاولوا ان هم يقولوا لا الولد ده طفل مميز، يعني عنده قدرات حلوه يقدر يعلم زمايله. يعني بالأمس مشاهدينا الكرام تم الإعلان عن تسليم 400 برج حمام للمرأة المعيلة بمحافظة مرسى مطروح. أكد المنسق الوطني للمشروع دكتور نعيم مصلحي أهمية الدور اللي بيقوم به الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد ومساهماته الجادة في مجالات التنمية الزراعية المتكاملة والمستدامة بالمنطقة الغربية في إطار رؤية مصر 2030 مع تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة ومواجهة التحديات العالمية فيما يتعلق بالأمن الغذائي، وده من خلال تمويل عدد من المشروعات التنموية في مجالات التنمية الزراعية المستدامة. للمزيد من التفاصيل بينضم لنا عبر الهاتف دكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني للمشروع. صباح الخير يا دكتور. يا صباح النور استاذ ساره، اهلا بحضرتك. صباح الخير على حضرتك، عايزين نعرف تفاصيل اكتر عن هذا المشروع. يعني في اطار طبعا توجيهات القياده السياسيه بالاهتمام بالمناطق الحدوديه والتوسع في الانشطه التي تخدم حياه كريمه في المناطق الصحراويه عموما عشان تبقى زيها زي الريف المصري، فجاءت فكره مشروع تعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية. كل بيئة صحراوية لها ظروفها ولها تحدياتها، فازاي نقدر نعزز قدرات الناس ان هي تعيش في
هذه المنطقة. المشروع ده تم الموافقة عليه من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد، وطبعا دي مخصص لمنطقة محافظة مطروح، خصوصا المنطقة الساحلية. طبعا دي هذه المنطقة بتعتمد أساسا على الأمطار. طبعا الدخل بالنسبة للسكان متدني جدا عشان تذبذب سقوط الأمطار و تراجعها وفي فترات من الجفاف. نعم. فاللي بيتأثر بده يمكن الناس الفقراء اللي هم، وخصوصا المرأة المعيلة والناس اللي هي الفقيرة. طيب. فاحنا بندعم هذه الأسر لأنها تقدر تتوائم مع التغيرات المناخية، مع الظواهر التصحر اللي بتحصل، الجفاف اللي بيحصل. فمن ضمن الأنشطة اللي يعني بتدعم والدخل هنا يا دكتور نعيم إذا سمحت لنا، يعني إحنا بنتحدث عن برج الحمام الواحد، مفروض أن هو متوسط الدخل اللي بيكون متوقع منه تقريبا 4000 جنيه، يعني أكثر قليلا ربما من هذا المبلغ، يعني بيضمن دخل كريم لأسرة إذا كاملة، يعني بزيادة دخل لأسرة وليس فقط، يعني أو كمان مع الحفاظ ربما على العادات الخاصة بالبعض في عدم الرغبة من الخروج من المنزل لزيادة الدخل. ده صحيح. يعني حضرتك يعني كما ذكرت استاذ تامر، الانشطه اللي احنا بنعملها وبيعملها مشروع ضرايد اللي هو المول من إيفاد، ده كلها انشطه للتنميه المستدامه. يعني بمعنى ان انا بعمل نشاط بيفضل على طول مستمر في اضرار دخل مناسب للاسره في المنطقه الصحراويه دي. منها يعني المراه المعيله في انشطه مختلفة يعني كتير. احنا يعني بس عشان يعني توزعنا 400 برج حمام دلوقتي مثلا للمرأة المعيلة في محافظة مطروح، بالذات في المنطقة اللي هي بتعتمد على الأمطار. في كمان أنشطة ثانية مرتبطة بالمرأة، زي مثلا بنديها عدد رؤوس 5 ماعز علشان تقدر يبقى عندها استدامة في الدخل، يبقى فيه ولادات، يبقى فيه استمرارية في إنتاج حليب للأطفال بتاع أطفالها، للكلام ده كله. في أنشطة تانية كمان للعمل زي المشغولات اليدوية، مش بس تدريب، لا ده احنا بندعمهم كمان بالغزول المختلفة اللي بتطلع من الأغنام اللي هي موجودة في المشروع. بيعمل أنشطة كتيرة الحقيقة، مثلا لتنمية المرأة، ولكن هناك أنشطة أكبر من ده، وهي بقى حصاد بيها الأمطار علشان يعني نتوائم مع التغيرات المناخية. ازاي بنخزن مياه الأمطار ونستخدمها في الزراعة وبستخدمها في الري التكميلي وبستخدمها يعني في سقي الحيوانات، تنمية المراعي الطبيعية، تنمية الوديان. أجمل ما في هذه المشروعات يا دكتور نعيم إذا سمحت لنا هو فكرة مراعاة الطبيعة لكل منطقة، وبالتالي العادات والتقاليد بها، كي تكون هذه المشاريع مناسبة لأكبر قدر ممكن ممن يرغب في ممارسة هذه أو الاستفادة من هذه المشروعات. جزيل الشكر لحضرتك الدكتور نعيم مصلحي المنسق الوطني للمشروع لتعزيز القدرة على المواءمة في البيئات الصحراوية، مشروع برايد. خلينا نروح مع حضراتكم دلوقتي إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية، واللي هتكون مع الزميلة العزيزة آلاء شتى. صباح الخير عليك يا آلاء. صباح الخير باسم، صباح الخير سارة، وأهلا بحضراتكم مشاهدينا الكرام، وجولة في أهم أخبار الاقتصاد. يشكل الامتداد الشاسع بمساحة تعادل موناكو قبالة الساحل الجنوبي للصين حجر الزاوية في مساعي بكين الرامية إلى تقليص اعتمادها المتزايد على النفط المستورد، ويوجد في موقع واحد بجوهاي المواجهة لشبه جزيرة ماكاو أكثر من 15,000 عامل يتم إدارتهم من وحدة تابعة لشركة سينوك، والتي تعمل على توفير منصات إنتاج
الإنتاج لنشرها في حقول النفط البحرية الصينية. وتأتي مساعي الحفر المكثفة في المياه العميقة في وقت تجد فيه الصين نفسها معتمدة على الآبار البرية القديمة وسط إقبال على موارد الطاقة بشراهة، وهو ما سيضطرها إلى زيادة الاعتماد على النفط الخام الأجنبي. قال رئيس التنفيذي لمجموعة كريدي سويس إنه من المقرر أن يكتمل استحواذ بنك يو بي إس على منافسه الأصغر اليوم الاثنين، مشيرا في مذكرته إلى الموظفين بأنهم سيشهدون وضع نهاية لهذا الفصل من تاريخ البنك، والذي يمثل بداية لمستقبل جديد أيضا. وكان رئيس التنفيذي لبنك يو بي إس قد ألمح في وقت سابق إلى أن الاستحواذ على بنك كريدي سويس سيكتمل اليوم 12 من يونيو الجاري. أعلن المكتب الإعلامي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن زيادة حجم البضائع المتداولة بميناء شرق بورسعيد خلال مايو الماضي، حيث بلغت 859,180 طن من الكلينكر والملح والجبس والإسمنت المعبأ والحديد، بزيادة قدرها 209.8% مقارنة بذات الفترة خلال مايو من العام الماضي، حيث بلغ حجم التداول حينها نحو 277,294 طن. رصد مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء جهود الدولة في ملف الطاقة المتجددة وتنويع مصادرها في السنوات الأخيرة، حيث أكد المركز امتلاك مصر محطات طاقة رياح قائمة بقوة 1375 ميجا وات، منها محطة الزعفرانة بقوة 545 ميجا وات، ومحطة جبل الزيت بقوة 85 ميجا وات، فيما أشار إلى أنه جاري إعداد محطات بقوة 2400 ميجا وات. ختام هذه الجولة الاقتصادية مشاهدين الكرام، والآن عودة إلى زملائي باسم وسارة. إليك باسم. جزيل الشكر ليك الزميلة العزيزة آلاء شتا، ومستمرين مع حضراتكم مع باقي فقراتنا، ولكن بعد قليل هيكون معادنا مع فقرة استوديو هذا الصباح، هيكون لنا حديث خاص عن أبرز الإنجازات اللي حققتها الدولة المصرية خلال العشر سنوات الماضية في ملف الآثار والاكتشافات الأثرية. هيكون معانا في الاستوديو للحديث عن هذا الملف الخبير الأثري دكتور خالد سعد. شمسه بتبتسم وناسه هوا، والعصافير بتغني في سما، غنوة عايزانا نكون سوا. مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، مش ناقص غير القلب يدق يسهر الليل يحب ويتحب، ويلاقي نص التاني ويروح يروح معاه ويملى الحياة. كلمة حلوة وكلمتين
دي غنوة حلوة وغنوتين حلوة يا بلدي أملي دايما كان يا بلدي إني أرجع لك يا بلدي وأفضل دايما جنبك على طول قمر يا بلدي حلوة يا بلدي هنروح لملف الآثار اللي الدولة المصرية بتهتم بيه بشكل كبير جدا، حيث شهد ملف الآثار في مصر تحول كبير خلال 10 سنوات اللي فاتوا، اهتمام متزايد من جانب الدولة والقيادة السياسية باستعادة أمجاد حضارة مصر القديمة وإعادة التواصل مع تاريخنا القديم. ظهر أثر ذلك بوضوح على حجم الاكتشافات الأثرية اللي تحققت خلال الفترة الماضية واللي قدرت أنها تحول بوصلة الإعلام العالمي لحضارة 7000 سنة، وكان منها افتتاح متحف الحضارة وطريق الكباش وموكب المومياوات وعشرات الاكتشافات في منطقة سقارة والأقصر وغيرها. في حلقتنا النهاردة هنحاول نقدم صورة تفصيلية عن حجم ما تحقق من تطوير في المتاحف والمزارات السياحية وأيضا استعراض للعديد من الاكتشافات الأثرية، وده من خلال وجود ضيفنا في استوديو هذا الصباح الخبير الأثري دكتور خالد سعد. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. أهلا. صباح الخير يا دكتور، منورنا. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. خلينا نبدأ كده بالاهتمام الملحوظ على مدار السنوات الماضية من جانب القيادة السياسية ومن جانب حتى الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعني شفنا هذا الاهتمام ممثل في موكب المومياوات الملكية في حضوره وتشريفه لهذا الموكب، شفنا الاهتمام بأن كل حاجة تكون على أدق ما يكون وتطلع في أحسن صورة، شفنا هذا الأمر أيضا في إعادة افتتاح طريق الكباش وغيرها من الفعاليات المهمة. شايف حضرتك هذا الاهتمام كيف تقرأه؟ ونعرف من حضرتك كده يعني بيأثر إزاي على توجه الدولة المصرية لدعم كل ما يتعلق بالأثار وأثرنا العظيمة. وأنا هبدأ طبعا بكلمة سيادة الرئيس اللي هي دايما قدامنا كده نصب عيننا، قال لما تيجي تقدموا مصر قدموا مصر بحجم مصر. قدموا مصر بحجم مصر. فطبعا لأن حجم مصر عظيم، فدايما أنت دلوقتي أصبحت قبلة العالم إعلاميا بالنسبة للاكتشافات الأثرية والسياحة والتطوير، هو ده قيمة مصر. يعني احنا لم نشهد هذا التغير والتطور في ملف الآثار والاكتشافات الأثرية ولا السياحة منذ زمن بعيد جدا. يعني حتى تغيير الخريطة السياحية انت بقى لحضرتك اكتر من 50 سنة ما غيرتش في الخريطة السياحية. في اهتمام حقيقي بحضارة السبعة ده لا ننكره ولا أحد يستطيع أن ينكره. الشيء الثاني أن حضرتك تبقى توجه بوصلة العالم وتسحب البساط من دول بتنافسك مجاورة وغير مجاولة بمجموعة من الإيفنتات العالمية زي موكب المومياوات الملكية زي الاحتفالية بتاع طريق الكباش، دي برضو بتعطي رسالة للعالم أن مصر قادرة على استعادة بريقها في إظهار حضارتها بشكل يليق بمصر. هاي. الشيء الثالث أن حضرتك تسحب البساط من كل دول العالم، كل دول العالم في كم ونوع الاكتشافات الأثرية، ده برضو مش سهل. والإعلام العالمي بيهتم بشكل كبير جدا يا دكتور. الإعلام هيروح لمين؟ للي بيكتشف فعلا. الإعلام هيروح للجديد، الإعلام هيروح لحاجة متفردة. ما في اكتشافات أثرية في معظم الدول الأفريقية وفي بعثات أجنبية بتشتغل في كل العالم. لا. إن حضرتك بقى تاخد أحسن كشف أثري
في العالم في خلال 10 سنين، ده إنجاز إن حضرتك جبنت الباسة الأثرية برئاسة الدكتور مصطفى وزيري، محقق إنجاز غير مسبوق من أيام هوارد كارتر. وده يعني شهادة تحسب لنا كعلماء أثار وكمصريين، يعني أصبح تاج على جبيننا إن إحنا نشوف هذه الاكتشافات ما قدرش يعملها أي باسة أجنبية. تطلع في دفنة 59 تابوت وتطلع في دفنة تانية 100 تابوت كأنهم مدفونين امبارح من العصر الصاوي، تطلع ورشة للتحنيط. فعلا دكتور، بالاكتشافات كمان اللي كانت مؤخرا مذهلة، وعندنا المدينة الذهبية المفقودة في الأقصر، رؤيتك إيه الاكتشافات دي؟ أولا الاكتشافات دي هتزود عدد المناطق اللي تتاح للزيارة، توضع على خريطة السياحة نمرة 2، يبقى أنت عندك مردود. زيادة إنشاء المتاحف الجديدة، متحف الغردقة، متحف شرم الشيخ، متحف كفر الشيخ، متحف العاصمة. احنا هنرجع اذا سمحت يا دكتور خالد نتحدث بالتفصيل عن المتاحف سواء الجديده او المتاحف اللي تم تطويرها على مدار الفتره الماضيه، ولكن خلينا نشوف مع حضرتك يعني هذا العرض المعلوماتي فيما يتعلق بالاكتشافات الاثريه في مصر ونرجع تاني. رجعنا مرة تانية مع الخبير الأثري دكتور خالد سعد. دكتور خالد، كنا بنتكلم عن المتاحف اللي تم تطويرها ومتاحف اللي بيتم إنشائها واللي أنشئت حديثا، حضرتك شايف إزاي الحركة الكبيرة دي في الاهتمام بهذا الملف؟ طبعا حضرتك عارفة أن المتاحف بتعتبر مقصد سياحي مهم جدا في أي دولة سياحية. طبعا الاكتشافات الأثرية بتوفر للمتحف المقتنى الأثري اللي هيوضع فيه، بالضبط، يبقى غني بالقطع الأثري. فكل مكان المقتنى الأثري ده نادر وجميل وواضح ومش مكسور وسليم بيعطي للمتحف صراء وبيعطي للمتحف ترتيب عالمي. الاكتشافات الأثرية وفرت عندنا كم كبير جدا من القطع الأثرية، إن حضرتك يبقى عندك رؤية مستقبلية لمدة 10 سنين لإنشاء بقى سواء المتاحف الإقليمية وإعادة تطويرها وإعادة الرؤية البصرية وإعادة مسار الزيارة داخل المتحف وتغيير حتى القطع الأثرية اللي كانت معروضة القديمة واستبدالها ببعض القطع الأثرية الجديدة، أو إنشاء متاحف جديدة. حضرتك بتنشئ العاصمة الإدارية فتنشئ لها متحف، حضرتك بتعمل تطوير في شرم الشيخ فتروح عامل متحف لشرم الشيخ، حضرتك تعمل متاحف عالمية في قرى. في ايضا متاحف يعني برضو لو رحنا كفر الشيخ سوهاج، في عدد من المتاحف في كل دي متاحف عالمية. يعني احنا دلوقتي شفنا، طب اذا سمحت يا دكتور خالد، يعني البعض يتساءل طيب احنا بنعمل متاحف جديده وده امر مفهوم، المتاحف القديمه ليه او ايه اهميه تطويرها؟ البعض هيتساءل، لكن احنا لازم زي ما حضرتك قلت علشان يبقى لينا ترتيب عالمي او هذه المتاحف ليها ترتيب عالمي لازم تكون مواكبه لاخر التطورات فيما يتعلق بطرق العرض المبهره عشان تقدر تنافس على المستوى العالمي. انت حضرتك روح شوف المتحف الاتوني اللي بيتعمل في المنيا على احدث مستوى في العالم، حضرتك شوف البنيه الاساسيه اللي بتبقى مسار مؤديه الى المتاحف. حضرتك لما تعمل اعاده بنيه اساسيه للمنطقه كلها انت هنا بتخلي المتحف ضمن الخريطه السياحيه وجذاب جدا للسياح. يعني ما هو انت حضرتك بتحطيه على الخريطه فبيبقى مصدر دخل، فبدل ما يكون عندك شيء
هو في الاساس يقدر يجيب لك دخل وانت ما بتستغلهوش تعمل له تطوير للبنية الاساسية. احنا عندنا كم من التطوير يكاد يكون مساوي للاكتشافات، بس الاكتشافات هي اللي بتاخد دايما البريق. عند حضرتك تطوير لكم كبير من الأديرة، حضرتك بتعمل دلوقتي بنية أساسية لفكرة الإعداد للمناطق بتاعت رحلة العائلة المقدسة. حضرتك اكتشفت مجموعة اكتشافات أثرية في منطقة حلايب وشلاتين، ودي مناطق اكتشافات كتيرة الحقيقة. ما كانتش طبعا موجود. طيب دكتور خالد، احنا هنرجع نكمل كلامنا، بس هنروح دلوقتي نتفرج على عرض عن أبرز المتاحف اللي تم افتتاحها مؤخرا. مجموعة كبيرة جدا من المتاحف تم إعادة افتتاحها، وأيضا افتتاح متاحف جديدة. بالحديث عن المتاحف يا دكتور خالد، اسمح لنا ان احنا نروح مع حضرتك كده الى المتحف اللي احنا كلنا مصر وفي المنطقة وفي العالم كله مستنيين افتتاحه قريبا ان شاء الله قبل نهاية هذا العام، المتحف المصري الكبير. ومفروض ان في خطة حالية زي ما حضرتك ذكرت للتطوير ليس فقط المنطقة المحيطة بالمتحف، ولكن هناك ايضا ربط المفروض هيتم بين المتحف المصري الكبير وبين هضبة الأهرامات عشان تكون تجربة فريدة جدا زيارة من نوعها بتختص بيها مصر. حدثنا عن هذا الأمر إذا سمحت. أنا بس عايز أبلغ حضرتك والسادة المشاهدين أن منطقة الأهرامات والمتحف الكبير دي هتبقى بانوراما عالمية. يعني كل الجهود الدولة أو جهود وزارة السياحة والآثار منصبة بحيث تمام بالتطوير المنطقة المحيطة. المنطقة ككل، يعني الرؤية البصرية، البانوراما، الممشى اللي هو ما بين المتحف الكبير لغاية منطقة الأهرامات، وسائل الدخول والخروج إلى المتحف، الطرق المؤدية من وإلى المتحف أو منطقة الأهرامات والمطارات أو المزارات السياحية الأخرى، نوعية المحتوى اللي هيبقى داخل المنطقة بعد تطويرها يخدم مين، يخدم أنهي قطاع، والقطاع السياحي إزاي، والأماكن بتاعت الخدمات سواء الخدمات البسيطة أو الخدمات الثقيلة داخل المتحف. ودي نقط مهمة جدا إذا كنا بنتحدث عن تجربة سياحية تكون يعني جيدة للغاية بل عالمية إن شاء الله. يعني إحنا بنشكر حضرتك جزيل الشكر على وجودك وعلى تشريفنا، يعني الخبير الأثري طبعا الدكتور خالد سعد، شرفتنا ونورتنا في هذا الصباح. ربنا يخليك. شكرا لحضرتك. مشاهدينا الكرام، الشكر طبعا موصول لحضراتكم على حسن المتابعه في هذه الحلقه، وتحياتي بالطبع لزميلتي العزيزه ساره سراج. تحياتي ليك يا باسم، وتحياتي طبعا لزميلتنا الاء شتا، وطبعا بنشكر دكتور خالد سعد. واستنونا مشاهدينا في حلقه جديده من هذا الصباح غدا ان شاء الله.